اذكر 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 حروف عربية بلا نقاط. تموت شاعر. نعم. حروف عربية بلا نقاط، خلينا نشوف الأستاذ جليل. ألف ألف حرف الألف. ألف ألف باء، خلينا نشوف بالله. الألف. نعم نعم، برافو. أوه وهو أعلى احتمال، لأنه أول الأحرف هو الألف. إذن أنتوا أخذتوه بالكبسة وبأعلى احتمال. أنت تقدر تقرر أنه نجي وياكم نسألكم نلعب معاكم لو نلعب معاهم. لا احنا انت تقدر ها؟ اقدر استشير معاكم؟ استشير من يمك، شو تقولون؟ اي ناخذه. اوكي تاخذوه، يلا توكل. استاذ لؤي شكرا جزيلا، تفضل. ممتاز ممتاز ممتاز، احرف بسيطه بدون نقاط. اذكري حروف عربيه بلا نقاط. فلورا. حرف الحاء. حرف الحاء. حاء. صح، برافو. ريتا. حرف الطاء. حرف الطاء. حرف الطاء. طبعا هو موجود بس يمكن اندمج ويا الضاد، ضاد وطاء لربما. اولا، ثانيا هو غير موجود، مو لانه غير موجود، هو الطاء طبعا حرف بدون نقطه، ولكن لم ياتي ضمن الاحتمالات الاقوى. هي ايضا تجي باي تشانس وتاتي ضمن تفكير العراقيين، ففكروا دائما بالاخرين، وهي تجي ايضا بالحظ. بيرجين، هذا خطا اول. حرف السين. حرف السين. صح، طبعا هو السين ده لفظه بيه نقاط، بس هو السين اكو السين واكو الشين. نعم، اذا الالف والحاء والسين، باقي عندكم خمس احتمالات وعندكم خطا واحد. استاذ جلي شو تقول؟ حرف الميم. حرف الميم. ميم ميم ميم. حرف الميم. واو، ما اجى بالاستبيان. طبعا حرف الميم احبه لان اماه أمّاه. فلورا، أكو حروف أقوى دائما متداولة. حرف اللام. حرف اللام. لام. ألف لام لام. لا، حرف الإل. احتمال الثامن. حلو، صار عندكم خطأين خطأين أربيلي. أنتوا الآن تهيئوا وتشاوروا. ريتا. حرف الدال. حرف دال. حرف الدال. د د د. صح. إيه إيه، دائما ركزوا، دائما انتبهوا، دائما تباعوا على اللائحه. أيه. شو يطلع احرف وش باقي احرف؟ يلا. حرف الراء. حرف الراء، خلينا نشوف. الراء. صح. الاحتمال الرابع، باقي احتمالين، سبعه وسته. يلا استاذ جليل اعطيني حرف اخر. ها، حرف العين. حرف العين اللي هو عراق. طبعا الجواهري الله يرحمه ما يقول عراق، يقول عراق. الله.